بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على رسوله الكريم uh, اليوم uh, يا شباب بدي uh, اعطيكم سيشن نمبر uh, 4 ان شاء الله تعالى واللي هو بتحدثنا عن مين لي? عن الاي بي فيرجن 4 اند اي بي فيرجن 6 وهاو وي المالتي ليبلنج بروتوكول اند نتورك فيجواليزيشن بدنا بس نعمل نذكر بالترانسميشن كنترول بروتوكول انترنت بروتوكول which is a part uh, of the suite of the protocol او البارت uh, part of this protocol is the IP address او الانترنت بروتوكول address It provides connectionless service. Connectionless means that all the packets may route with different ways. It does not guarantee delivery of IP packet. Yani, uh no the no guarantee that no data تصل. IP does not check the payload of an IP datagram for errors, but it only checks its IP header. IP will it drop an IP datagram if it finds that its header is an error, lost or Errorness data is recovered by the destinations TCP طبعا إذا صار عندي مشكلة بالداتا ما بكتشفهاش لكن هو بدقق على الهيدر للباكيت اللي طالع وبتعرفوا أنتم الباكيت مكون عادة من جزئين الجزء الهيدر وجزء الداتا بالنسبة للإنترنت بروتوكول version 4 هيدر بيحتوي على الحقول التالية هاي الهيدر لسه الداتا طبعا هو مكون من جزئين جزء بيكون فيكست 20 بايت وال20 بايت موزعات كالتالي على الفيرجن والاي اتش ال والتايب اوف سيرفيس وراح ناخذهم بالتفصيل الان واحده واحده طبعا هذول الحقول اللي بكون موجودات في الهيدر منهن السورس ادرس والديستنيشن ادرس اوبشنز اند باتنج هذول اذا كان في عندنا fragmentation طبعا احنا راح ناخذ الان واحده واحده نشوف شو الفيرجن الفيرجن 4 بت فيلد يوز تو انديكيت وذر ذا فيرجن تو كول از طبعا الفيرجن معناه الاصدار وهذا مخصص له 4 بت الانترنت هيدر لينك انترنت هيدر لينك this is 4 bit field that gives the length of the header in 32 bit word طبعا the minimum header length is 5 5 32 bit word طبعا هنا بعطيك 4 uh, bit لعنونة uh, length of the header طبعا بالحالة هاي المينيمم بكون 20 بايت type of service نوع السيرفيس اللي مستخدمة this is 8 bit field معرّة للعنوانة that indicates whether sender prefers uh, for a datagram to travel over a route with minimal delay or route with maximum throughput. إلآن ال type of service معنى إن أنت بدك الداتا اللي تصلك تصلك بأقل زمن ممكن ولا بدك uh, يكون ضخ أكثر ما يمكن يعني تكون Unreliable or Reliable Total Length 16-bit field used to indicate the length of the entire datagram header and the payload الهيدر مع البيلود مع بعضهم The default value for the maximum length is 65535 bytes 65535 bytes الـ Identification التوتال Total Length اللي هو الهيدر زائد البيلود المقدار اللي بتحمل عليه الـ Identification 16-bit خصصته 16 بت يوزد باي ريسيفر تو ايدنتيفاي ذا داتا جرام ذات ذا belongs طبعا احنا ممكن يكون عندنا الباكيت يصير عليه fragmentation او الداتا جرام اذا صار عليها fragmentation بدك ترجع تجمع الباكيت fragment باي fragment وكل fragment له ايدنتيفيكيشن نمبر بيتم تجميعهم بناء على ايدنتيفيكيشن نمبر لان اذا كان في fragmentation يعطى اي دي والاي دي هذا موجود في هذا الحقل all fragments of that have the same value in the identification field flags the flags هذا عبارة عن indicators if something happened 3 bit but only 2 bits more fragments الآن flag أحد استخداماته إنه صار في fragmentation ولا ما صارش إذا كان 1 معناه في fragment إذا ما كانش بكون قيمته 0 تمام the fragment offset عنوان أول خانة في الفراجمنت، إذا صار للباكيت فراجمنتيشن، تايم تو ليف، قديش الباكيت هذا معطو معطي زمن حتى يصل أو حتى يعيش، بعديها إذا ما وصل أو إذا استنفذ الزمن وما وصل للدستنيشن، بنفـ it will be vanished، بنفترض إنه ضاع، تمام؟ These fields can be seen being similar to hub count when the time to live field becomes equal to zero. يعني بصير يعمل كاونت داون اذا وصل لزيرو ذا داتا جرام از ديسكاردد خلص بينتهي على اساس انه لوست البروتوكول ذس فيلد 8 بت لونج ات سبيسفايز نيكست هاير ليفل بروتوكول يعني الان انت بتنتقل من بروتوكول الى بروتوكول النيكست ليفل يا اما بكون ترانسميشن كنترول بروتوكول او يوزر داتا جرام بروتوكول تو ويش ذا داتا جرام شود بي ديليفرد وين بده يروح؟ هل بده يستقبلوا UDP ولا TCP؟ هيدر شيك سم، عباره عن التحقق من ان الداتا تاعت الهيدر وصلت صحيحه. طبعا الشيك هو نوع من التحقق من صحه البيانات اللي واصله. 16th use to verify whether the IP header has been correctly received. اوكي. Okay. السورس okay. source address اللي هو ال الاي بي ادريس آآ آآ لمكان خروج الداتا والديستنيشن ادرس اللي هو الاي بي ادرس لمكان وصول الداتا ويخصص له 32 بت لكل واحد <applause> options a variable length field used to encode the options requested by the user طبعا الاوبشنز هاي بحطها اليوزر اكسترا مثلا السكيورتي سورس راوتينج راوت ريكوردنج اند تايم ستامبينج كلياتها هاي اوبشنز البادنج في حاله انه Uh, variable linked feed used to make the header for of a datagram and bigger multiple of 32 bit words بمعنى انه بعض الاحيان الداتا datagram بصل مش كلياته بطلع فل فبضل جزء ناقص بصير عملية padding تعباية له بطول تقريبا 32 بت word الان الـ IP addresses مكون من كلاسز classes class A, B, C دي اي وكل واحد منها بيبدا بنقطه معينه النقطه الثانيه بالنسبه للاي والبي والسي تبدا من من كلهم بيبدا من صفر ل 255 لكن كلاس اي بيبدا من زيرو بعدين بحط لنا النتورك بعدين السفكس طبعا رح نيجي للكلاسز هذول كلاس اي من 1 الى 127 طبعا كلاس بي من 128 ل 191

main network or sub network إلى آخره، and it ranges from 1 bit for class A address to 5 bit for class E address the second field gives the network address <laughs> إذن الـ IP للجهاز الـ network address and the third is the suffix which gives the host address إذن الـ IP address الـ network والـ suffix أو الـ host In class A, there is 7 bit network address and 24 bit host address, resulting me the network address. الآن in class B عندك 14 bit للنتورك و16 bit للهوست ادرس resulting ب 16384 للنتورك ادرس يعني اذا عندك نتورك بتقدر تعنون لغايه uh, يعني Uh, 16334 وبتقدر تعمل هوستنج ل 65536 يعني كلاس سي ذير از 21 بت وهذا بيتيح لنا مجال اكثر للنتوركينج وللهوستنج. Due to the rapid growth of the internet نتيجة طبعا نبدا الان في الاي بي فيرجن 6 هذا بالنسبه للاي بي فيرجن 4 نتيجة التزايد التوسع الانترنت واستخداماتها الان صار في عندنا مشكله انه ال ال لما نعمل جنريتنج للادريسز الاي بي فيرجن 4 بطل يكفي لعمليه الادرسنج وبالتالي احنا بنحتاج الى وجود فيرجن جديد عند في مقدره اكثر لاعطانا ادريسنج اكثر بدل 32 بت الان صار عندنا الاي بي فيرجن ريتينز ماني اوف ذا بيسك كونسبتس زي الكونسبت بتاعت الاي بي فيرجن 4 ذا نيو فيتشرز ار 128 بت ادريسنج نيو هيدر فورمات اكستنشن هيدر سبورت فور اوديو اند فيديو اند اكستنسبل بروتوكول مع ظهور الاتصال عبر الانترنت من ناحيه الصوت والصوره والحركه فكان لابد من التوسع في نيو بروتوكول او ادريسنج بروتوكول. initial motivation 32 bit address space soon to be completely allocated. هذا السبب ظهور الاي بي فيرجن 6. additional motivation طبعا ل... شو سبب ظهوره؟ انه بالاي بي فيرجن 4 32 بت، 32 بت هذول ما راح يكفي عناوين ها لكل الناس المشتركين على الانترنت. الهيدر فورمات كمان الان مش بحاجه للكواليتي يعني الكواليتي اوف سيرفيس انكلودد الان آه وراح يكون فيها سبيد اب في الاي بي فيرجن 4 للهيدر لانه بروسينج اند فوروردينج داتا جرام فورمات فيكس لينك 40 بايت بدل 20 بايت نو فرجمنتيشن الاود مع انه نو no فرجمنتيشن فيش داعي يعني بالحاله هاي راح يكون آه تخزين الباكيت از وان باكيت نو فرجمنتس ار نيدد طبعا الهيدر فيه شوية اختلافات مثلاً في عندنا بعض الحقول الجديدة مثل Priority Priority among datagrams in the flow. الآن البككتس بتطلع كل باكيت رح يعطى Priority لان the flow label identified datagram in same flow concept of flow not well specified. Next header لان defines upper layer protocol for the data. Mean وين بدي يروح هذا البككت which one which are the next header. ليفل اور هاير لاير الاي بي ادرس عباره عن ثمان خانات ثماني مجموعات مكون من كل واحد من 16 بت uh, يعني من رقم بالهكسا ديسيمال وبالتالي uh, كل رقم من الارقام هاي بتمثل ب 4 بت الارقام الهكسا ديسيمال والسادس عشريه البيس تاعها راح يكون 16 من 0 ل 9 ومن ايه الى اف حيث ايه بتمثل 10 و اف بتمثل 15 مثلا هذا مثال على العنوان ف اي دي سي نقطتين بي ايه 9 والى اخره 1 2 3 4 5 6 7 8 8 خانات هيكس اديسمال از يوز تو ترانسفير انكودينج بي 16 طبعا هنا الادرسينج راح يكون قوي جدا اجريجيت يونيكاست ادريسز توب ليفل اجريجيشن aggregates global unicast uh, addresses uh, راح يكون في عندي next level والsite level طبعا كل واحد مخصص له ها uh, يعني عدد من ال bits وال interface id typically based on hardware اللي هو الانترفيس id راح يكون بيعتمد على الماك address او الphysical address ال TLA Top Level Aggregation مخصصة 13بت، ال NLA اللي هي Next Level مخصصة 32بت، وال SLA Site Level اللي هو SLA ID مخصصة 16، والانترفيس Interface ID اللي هو MAC Address. ظهرت عندنا مشكله انه كيف بدي اعمل switching من اي 4 تو اي 6 وهذا المشكله انه هذا الحكي انه راح نغير راوترات العالم كله وبالتالي هذا از نوت فيزيبل how will the network اوبريتس ويل طبعا راح يصير عمليه ميكسينج بتوين اي 4 اند اي 6 باستخدام tunneling tunneling معناه اي uh, 6 is on the payload of اوف 4 datagram كيف بده يعني؟ يعني عندك لوجيكال فيو هون عندك راوتر وهون راوتر بيعتمدوا على الاي بي فيرجن 6 وهون برضه في عندك راوتر بتعتمد على الاي بي فيرجن الان عمليه الترانسميشن على الخط بتتم باستخدام الاي بي فيرجن 4 ولكن الان الاي بي فيرجن 6 راح يتحمل على الاي بي فيرجن 4 اذا فيزيكال فيو الان راح يكون عندي هون الفلو اكس والسورس والديستنيشن والداتا من A to B باستخدام الـ Virgin 6 ما فيش أي مشكلة لأنه هون بستخدم هون بستخدم من B to C هون uh Virgin 4 وهون Virgin 6 وبالتالي راح أحط الـ Payload أحط الـ, الـ Datagram اللي هو الـ IP Virgin 4 inside the packet of IP Virgin 6 وأرسله الآن هذا من 4 ل 4 نفسه راح يروح الباكت من 4 ل 6 الآن راح يروح لهون بيتم استخلاص الفيرجن 6 من هون ومن هون لهون بيتم استخلاصه او ارسال كفيرجن 6 اذا هاي عمليه التنلينج تنل التنال معناها نفق الان the routing table explosion was due to the fact that a router keeps all of the addresses of all the registers network هنا الراوت تيبل راح يتضخم لانه راح نحتفظ بالعناوين النتورك كلياتها ولتفادي هذا العمل

أعطيت uh, um, عناوين خصصت للإنترنت سيرفوس بروفايدر والإنترنت سيرفوس بروفايدر مع إمكانية يعمل 2 to the power angle للcontiguous address this permits all these addresses to be uh, uh, diversified outside the internet the network in an aggregate manner using part of the address known as the prefix to reduce the number of entries recorded in the routing table إذن هون هذا الحكي كلياته رح يتم outside the ISP network وبالتالي بنقطة تسمى أو بجزء يسمى البريفكس بالحالة هاي بنتفادى إضافته للراوتينج تيبل The TCP IP protocol suite includes other protocols such as طبعا في عندنا بالTCP IP نوعين ثانيات من البروتوكولز الARP ICMP ادرس ريزوليوشن بروتوكول والانترنت كنترول مسج بروتوكول اي سي ام بي وكل واحد آه يعني آه له آه له شغله انا لما آه يعني بحط عنوان او ادرس فلا بد من عمليه ريزوليوشن تحويلها الى اي بي ادرسز فالبروتوكول المسؤول عن هذا الشيء هو الاي ار بي And uh, used to translate a host's IP address to its corresponding hardware address. This address translation is known as address resolution. The ARP standards defines two basic messages: request and response. A request message contains an IP address and request the corresponding hardware address. Yeah, A replay message containing the IP address sent in the request of the hardware address. Taban hone a hardware address. بتم باستخدام ال ARP وبتبعث مسج تطلب ال physical address برجع ال physical address بالمسج طبعا ال request باستخدام ال ARP في RARP replay does the opposite of the ARP to identify the IP address of the host that corresponds to non-hardware address. بمعنى آخر، إنه أنا العنوان اللي بحصل عليه w. كذا كذا ممكن يتحول إلى physical أو العكس. إذا عندك physical ممكن نرجع نحوله إلى عنوان مكتوب باستخدام الراي آر Source quench messages is sent by a router when it has run out of buffer space and it cannot accept more data طبعاً لما نقول ICMP أنا الـ بتصل عندي الـ أو الـ إلو إله بعمل holding Hold وبعدين بعمل forward تمام؟ store and forward الآن ممكن تصلوا packets وما في عنده مقدرة أو ميموري على تحمل هاي الـ الآن a time exceed the messages sent by router when the time to leave to the field and datagram reach zero the datagram is dropped. by the router. The same message is also used by the host if the assembly timer expires before all the fragments from a given datagram has arrived. إذا الوقت اللي لازم تصل فيه الداتا ما استهلك ولم تصل هاي الداتا إذا بالحالة هاي بدنا نعتبر إنه lost وبالتالي drop نفس الشيء إذا الراوت تايم تو ليف وصل الكاونت تاعه للصفر والباكيت بعده ما وصل أو احتفظ فيه في راوتر معناته lost or drop destination unreachable message

to the host that originates a datagram. طبعا message انه روح رجع ارسل الباكت من طريق ثاني لانه lost او ما احناش قادرين نوصله. If the router believes that the datagram should have been sent to another router. Fragmentation required messages is sent by a router. لما يكون عندي انا datagram او minimum بسموها maximum transfer unit اللي ممكن تتحمل على السلك الماكسيمم ترانسفير يونت آآ الان آآ انا عندي باكيت تجاوزها وبالتالي لما الباكيت بيتجاوز هاي القيمه اللي هي الماكسيموم ترانسفير يونت انا مضطر اني اعمل فرجمنتيشن تمام وبالتالي بدي ارسل رساله انه هذا الباكيت راح يصير عمليه فرجمنتيشن لما نقول فرجمنتيشن معناته هذول راح كل فرجمت راح ياخذ اي ويتبع لباكيت معينه Parameter problem message is used to indicate طبعا كل هاي المسجز بالICMP ICMP indicates that illegal value has been discovered in the IP header of the datagram echo and replay echo request is used to test if the user destination is reachable and alive يعني انا لما بدي اودي لك بدي اتاكد انه النود alive بعمل echo او زي عمليه pinging وبرجع replay اذا رجع replay within time stamp بعترض انها ال 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 destination node موجودة وبرسل. or timestamping request and timestamp replay are similar to echo. انا بطلب من ال destination انه اوكي okay, بدك قديش timestamp حتى تصلك كاي بعطيني بحطه مع الباكيت وبرسله اذا تجاوز ال timestamp بفترض انه lost. اوكي. اا بنيجي الان multi-protocol label switching MLP architecture is a set of internet engineering task force even internet engineering task force IETF specification for including routing and the traffic engineering information in the packet Yani router route with data it is based on tag switching which was proposed by Cisco MPLS was developed exclusively for IB network Despite the multi-protocol description in its title, however, it can be also used in other types of packet switching network. MPLS is used to ensure that all packets in particular take the same route. Here, MPLS ensure that all packets go the same way to the backbone, the backbone the main routers, developed by many telecommunication companies and service providers. MPLS deliver the quality of service required to support real-time voice and video as well as service level uh, agreement that guarantee bandwidth. An MLP network or internet consists of a set of nodes called label switching routers. إذاً أول إشي في مجموعة من النودز اللي بنسميها label switching routers LSRs capable of switching and routing packets on the basis of label appended to each packet. إذاً بيودي البكет بناءً على الليبل بناءً على العنوان اللي هو كعنوان موجود ها اللي مضاف للبكيت. Labels defines a flow of packet between ااا uh, اللابيلات اللي موجودة بتبين من وين لوين بدك تروح البكيت. Two endpoints or in the case of multicast ااا uh, between source endpoints and multicast group of destination endpoints for each distinct flow. Called forwarding equivalence class. Forwarding equivalence class specific path through the network of the LSRs, the Homo label switching uh, routers, is defined called label switched path. A specific path, label switched path. And since an FES represents a group of packets that share the same transport requirement. These packets flow the same path and receive the same quality of service treatment at each hub. The assignment of particular product to a particular FES is done just once, when the packet enters the network MPLS router. The IP router, in order to understand the basic concepts behind MPL, we need to take a look at the structure of an IP router. An IP router, Internet Protocol Router, Classical router مكون من جزئين control and forwarding. control components للتحكم and forwarding components حتى نرسلها للمكان اللي بعديه. الكنترول control components routing protocol such as open shortest path first uh, او بسموها degekstra algorithm embedded the border gateway protocol BGP border gateway حتى نطلع Uh, if they can have a, فيها, which are used to construct routes and exchange routing information among routers. This information is used by the routers to construct forwarding table, the routing table, known as the forwarding information base. Forwarding information base, our routing table. And it, consists, it consists forwarding components. Of procedures for forwarding an IP packet. The IP router uses the destination IP address to find an entry in the FIB using the longest match algorithm. Okay, from this, it obtains an interface number. هو route table, interface number ال router, يستقبل, which is the output port connecting the IP router to the next hub router to which the IP packet should be sent. Uh, Uh, FEC pronounced FEC uh, is the set of all forwarding addresses that have the same prefix. وين كل الـ addresses اللي بدهم يروحوا على نفس الـ prefix؟ Thus, addresses in the router can be grouped into number of disjoint FEC. IP packets belonging to the same FEC have the same output interface. اللي بدهم يروحوا لنفس الـ destination بدهم يأخذوا نفس الـ interface output. الـ MPLS and FEC is associated with label بدل الـ addresses. Labels. A label is a short fixed-length identifier that has local significance. It is a valid on a single hub interconnecting two routers. الـ label اللي هو بمثابة عنوان، والعنوان هذا راح يكون طوله uh, ثابت وصغير وإله معنى. Label in the packet represents the FEC to which the packet uh, has been assigned. تمام؟ لما نقول label to label to label هذول بيمثلن ال FEC او وين الباكيت رايح. The label assigned to packet is not an encoding of its destination address. طبعا هون لما نقول الليبر بنعطي label حقيقي، مش انه ال IP address لل destination وعملنا له encoding. No space in IP version 4 packet for label. طبعا ال IP version 4 uh, قلنا uh, مشكلته انه مش مخصص uh, space لل labeling وبالتالي شو الحل؟ If the IP network is running on top of an ATM network, the label is carried in the VBI VCI field. طبعا هون بحكي انه بما انه الـ IP version 4 packet ما في مساحه لل labeling. طيب, ال بالنسبه لمثلا مثلا ATM network, weقول لك it will be carried in the VBI VCI field for Ethernet. And point to point connection a running an link layer a protocol such as peer to peer. The uh, label is encapsulated, encapsulated, and inserted between the LLC header and the IB header, referred to as shim header. ليبل <applause> انكابسوليشن او الشم هيدر هاي البيير تو بير ايثرنت اي بي هيدر ريميننج اوف ذا فريم الان حطينا ما بين الاي بي هيدر والبي بي هيدر حطينا الام بي ال اس هيدر الام بي ال اس هيدر بيحتوي على الليبل بيحتوي على الكلاس اوف سيرفيس واللي هو 3 بت آه وعلى الستاك اوف ليبل وعلى التايم تو ليف از ا بت اذا صار عندي هنا ليبل آه ستاك ال label 20 bits uh, class of service وال S وال TTL تمام طبعا هنا label stack ممكن يكون عندي أكثر من label تمام ال label switching router LSR label switching router is an IP router طبعا هنا IP router runs MPLS and it is aware of the MPLS control protocol and it operates in one or more layer Three routing protocol it binds the label to the FECS. Uh, a label module that in the MPLS, it will be uh, binds to the label to the FES. Forward packet based on their label and it carries out the customary IP forwarding decision based on the prefixes. an MPLS node is an LSR but it may not necessarily forward IP packet based on a prefix تمام tamam? for simplicity we will refer to the LSR or MPLS node as an LSR إذا بقول لك مش شرط انه ال MPLS node يكون زي بتصرف زي ال LSR انه يعمل forwarding بناء على البريفكسز لكن للتبسيط راح نعتبر انه ال LSR واللي هو عباره عن ايش؟ آه اللي هو الليبل switching آه router هو نفسه ال MPLS آه node طيب MPLS domain في عندي LSR1 LSR2 على الراوترز المشار لهم واما PLS domain B في عندي non-MPLS domain اللي هو باللون الأزرق. خلينا نشوف هاي الرسمه uh, an non-MPLS domain is contiguous set of MPLS nodes which are in the same routing or administrative domain. هذول كل ياتم على نفس الراوتينج أو على نفس الدومين أو على نفس النت. Within MPLS domain, IP packets are switched using their label. تمام ان ام بي ال دومين مي بي كونكتد تو اذر ام دومين يعني بمعنى اخر هون الام mpls ال اس دومين كلياتهم من نفس الدومين على نفس الشبكة طبعا وعملية الإرسال بين بعض بتتم عن طريق الليبلينج ممكن يكون موصول هذا مع another MPLS ممكن يكون موصول مع non MPLS an example of label switching non MPLS to main IP هذا non MPLS وهذا non الآن صار هون الانترفيس اللي بده يستقبل الداتا لون في عندي راوتر في الانترفيس اللي بده يطلع منها الداتا لأنه لكل راوتر في إنه في out هون بده يستقبله F1 الآن من هون ممكن يروح ل D وممكن يروح ل C الآن آه وهون كمان آه another آه sending using C. فهذا ممكن إنه يكون عندي بستقبل من جهتين أو بستقبل من جهة واحدة مثل D. وبعدين ممكن يودي ل اي هون بتم عملية الـ, الـ, الـ resolution ادرس destination address واستقبال هاي الـ data. The LSR identifies the new FES with a prefix أقل من x000 Y. Zero zero zero. It selects label from a pool of three free labels, and it makes an entry into the into a table known as the label forward information base. It also saves the label in the FIB in the entry associated with FES. The other LSRs also do the same. The entry in the LFIB, Lho, a label forward information base. of each LSR are هنا عندي ال LSR اللي هو uh, خلينا نقول uh, labeling uh, uh, stack uh, routing A ل B ل C ل D ل E ال incoming اللي هو A ال next اللي بدي يروح عليه B outgoing information راح يكون بستقبله ها راح يطلع من الانترفيس f0 الان بي الانكمنج ليبل 62 طبعا النكست هاب راح يروح على ال اس ار دي وراح الاوت جوينج اللي بيطلع منه اللي هو اف 0 الان سي الانكمنج آه ليبل آه بالنسبه ل سي نون كمينج ليبل اوت جوينج ليبل النكست هاب اللي بدها تروح له دي برضه وما من اثنين طبعا هذا بيمثل عندي ايش بيمثل عندي اي بي ام دومين 1 اند بي ام 2 وبدهم يرسلوا اي وبي وسي ودي وبدهم يرسلوا كمان الداتا اللي احنا حكينا عنها By the are as follows. الان uh, هون بده يستقبل الان هون الاوت جوينج 62 الان الاوت جوينج هون بده يستقبل وهون آه بده اما آه يطلع من اف 0 يستقبله اف 1 الان راح يكون هذا 15 وهذا 15 الان هون راح يصير عندي 60 وكلياته بيطلع من انفو One on the basis that this outgoing label will be from interface. Now, once the label have been distributed and the uh, entries have been updated, the forwarding of packet label uh, belonging to this particular FEC is done using slowly, uh, slowly, the labels in the LFIB. Let us assume that a receiver. A receives a packet with a label 100. A uses this label in its LFIB to locate the new outgoing label and interface. The old label is swapped with the new one and the packet is forwarded into uh, into interface 1. وانا بقول لك افترض انه A هي استلمت باكيت والباكيت هذا كان الليبل تاعه 100. A it will uses this label. حتى تقرر الـ Outgoing Label Interface منين بتها تطلع الـ Old Label is swapped الـ Old Label اللي وصل بتم تبديله بـ Label جديد وبنعمله Forward لـ Interface 1 The sequence of routers for a particular packet P i.e. A, B, D, E or C, D, E is known as the LSP يعني لاحظوا هون من A B بعدين D بعدين A بعدين وصلت أو من A B C D وبعدين A طبعا هون حتى أنا أقرر إنه يروح من هون ولا يروح من هون بدي أستخدم الخوارزمية اللي هي Shortest Path Shortest Path Label Switching Path أو LSP Ingress LSR أو مكون egress LSR This is uh, LSR uh, A for the path A, B, D, E. It pushes the label 62 into the packet label stack. LSP egress LSR. This is LSR E for the same path. It forward the packet either using lower level label or the ordinary IP forwarding procedure. Tamam. ingress or egress. Label allocation. Two label allocation schemes are used in the well with unsolicited downstream or downstream on demand label distribution. Mithal. An LSR distributes its binding of a label to FEC to all its immediate neighbors. تمام. كل the binding label راح نروح لل FEC وأولا ال NEPERS an upstream LSR upstream of the link as the traffic flows uses this label into its LFIB طيب non-upstream هذا uh, as the traffic flows uses this label into its LFIB a non-upstream LSR يعني هذا إذا كان LSR with the upstream or an upstream LSR may either ignore it or store it for future use. For instance, a change in the topology may make it an upstream LSR. An upstream LSR requests from its downstream LSR for the label binding to FEC. In this schema, the LSR that does the binding is the one on the downstream end as far as data flows of the link. However, it does not distribute the label until it is explicitly requested by an upstream LSR. طبعا هنا السلايد هذا واللي قبل يو بيشرحوا لك عن الأسعار وفوائدها في الأبستريم والداون استريم طبعا هون نوع من أنواع الراوتينج اللي هو بسمون نيكست هاب راوتينج ليبل This is entry in the LFIB that binds the incoming label to an outgoing label. طبعاً ال incoming label غير ال outgoing it provides the following information the packet's next step what operation to perform in the packet label stack. شو ال next step اللي بدي روح له ال packet شو العمليات اللي بدها تتنفذ عليه. NHL Fe operations. The following three operations can be performed on the packet's label stack. Replace, pop, re replace. Replace the label at the top of the label stack with a specified new label. Pop, pop mana is ultimately stack, the label stack. Replace the label at the top of the label stack with a specified new label. And then push on. or more specified new labels into the label stack إذن هذول الثلاث عمليات اللي ممكن uh, بالpacket labeling stack ممكن يتنفذن incoming ليبل map incoming ليبل map يعني جايك ليبل وبدك تعمل له mapping this is used to map an incoming label to a set of NHLFEs one of these entries is used The ILM permits to introduce multipath for load balancing protection and etc. Load balancing معناها توزيع الأحمال في جميع الاتجاهات. طيب Route Selection in general there are two methods for selecting the LSP for a particular FES. الطريقة اللي بدها توصلنا من source إلى destination. أما بكون الراوتينج هاب Routing هاب to hub. or hub by hub routing or explicit routing explicit انت بتحدد طريق من السورس الى الديستنيشن hub by hub routing or adjacent routing each node chooses independently بشكل مستقل كل نود تختار بشكل مستقل وين بده يروح الباكت اللي موجود عندها the information for the next hub is typically provided by routing protocol such as open SPF, or the bridge أو الـ الـ أو الـ BGP اللي هو الـ edge routing. الـ explicit route is a predefined path through the network and it's known as CRLSP. Explicit routing. الـ route بيكون محسوب لك مسبقا مش آآ uh, one by one hub by hub. The route may be different to those devised by the routing protocol. and LSR determines its next hub for the FES based on the explicit route. Explicit routing may be strictly explicit or loosely. Strictly, that is, the entire LSP is specified. How loosely part of the path is known and the other part needs to be continued. Explicit routing is used for a number of purposes, such as policy-based routing or traffic engineering. إذاً استخداماته للبوليسي policy-based routing, الrouter اللي بيعتمد على آلية معينة أو سياسة معينة، أو آه هندسة الترافيكس آه على الـ network. آه Label stack allows packets to carry set of labels organized as a stack. إذاً الباكيت يحتوي على set of labels بمثل الطريقة اللي بدّي يمر منها الباكت على شكل stack، والـ stack كومة. كومة زي صحون المطبخ، مصفطات فوق بعضين البعض. إذا بتسحب صحن بدّي يكون من الأعلى، وإذا بتضيف صحن بدّي يكون من الأعلى، معناته في structure When the packet is forwarded within a domain, it contains two labels. The label at the top of the stack is used for label switching within the interior LSR. إذن هون اللي على التوب يستخدم للانتيريور LSR interior, interior الداخلي the label in the next level is used by the ingress or egress LSP LSR to forward the packet to the next egress LSP LSR يعني هون الليفل اللي أقل الليفل اللي فوق for label switching اللي تحتيه عشان قرر البكس على اي طريق بدها تروح خلينا نشوف فاضل حكي بالرسم sometimes it is much better mpls domain في عندي lsr1 زي ما انتم شايفين a و lsr2 uh, وعندي uh, في عندي uh, uh, ال outgoing address اللي هي 60 وفي عندي 40 طبعا بالام بي ال دومين في عندي راوترز وفي عندي ال اس ار 3 وال اس 4 بالوسط هذا الدومين بي ومربوطات على راوترز وعلى شبكه طيب الدومين سي وعندي الدومين سي تمام كل واحد له ليبلنج الان ليبل ستاك كارد ان ذا شم هيدر اوف ذا اي بي باكيت تمام هذا بالليفل 1 60 الان ال اس ار 2 ريبليس ليبل بوش نيو ليبل اوبريشن ان ذا ان اتش ال اف اي الان ال اس ار 2 راح تاخذ آه الليبل هذا تعمل بوش للنيو ليبل طبعا بوش للنيو ليبل على الدومين آه عندي راح يكون 40 تمام لان الاصل هو 70 ولكن راح نعمل بوش على ال 40 الان هون راح يمشي بالطريق الان ال اس ار 3 راح تستقبل ال اس ار 3 وال اس ار 4 ريبليس ليبل الليبل اللي انت بعثته راح ال40 راح يتم عمليه ريبليسمنت له ب22 22, 22 بده يروح ل 54 بده يروح ل 66 وبعدين بده نفس الحركه اللي صارت هون تصير هون راح يختار ال 70 ك اوت جوينج ليبل What is the MPLS uh, C? The labels in MPLS domain, B domain, form a tunnel at the head, the end of the two The labels in the MPLS B domain form a tunnel. تمام at the end of the tunnel the LSR may not know where to forward the packet this can be easily resolved using label stack إذا لاحظوا داخل الدومين بي صار في عندي tunneling يعني IP version 6 are embedded in IP version 4 كما أنه يعني بالحالة هاي الـ LSR بده يعرف وين بده يودي الـ وهذا الحكي ممكن إننا نعمله resolving using the label stack نعمل association مع label stack schemas for setting up an LSP كيف أعمل setting up؟ We have assumed that the FECs correspond to address prefixes which are distributed via dynamic routing algorithm. The setup of an LSP for this FEE as it can be done in one of the two following ways. independent LSP control or ordered LSP control. Independent LSP control. Each LSR, when it recognizes a new FEC, binds a label to it. But hotel label, advertise or it to its neighbors the neighbors in the example given earlier on. This is similar to the way the conventional IB datagram routing control adjacent control. The allocation of the label proceeds back words starting from the egress LSP or, LS, or, or, or uh, egress LSP LSR. That is an LSR only binds label to a FEC if it is the egress LSR for that FEC or if the, uh, uh, the egress, if it has already received the label binding for the FEC from its next hop LSR for that. Uh, FEC. طبعا هون uh, في الايجريس LSB الأسار بيعمل binding للـ, للـ FEC أو if it has already received the label binding إذا وصلوا label binding for that FEC from its next step الأسار for that is assigned for that FEC بيتم إسناد الأسار للـ FEC المطلوبة ordered

Belonging to two or more FEC. LIBPEX belong to or more FECs follow the same route. This can happen if the FECs have the same egress node Within the same LPLS domain, the union of the FECs is also a uh, FEC. Given a set of FECs that can be aggregated, it is possible. aggregation. Aggregate them to a single FEC, aggregate them to several FECs, or not aggregate or do not aggregate them. In order, in ordered control or uh, an LSCR can choose any of the above solution. An independent control, في حالة التحكم المستقل، the situation is more complex. رح يكون وضع أكثر تعقيداً. MPLS requires a set of procedures for reliable distribution of label binding between LSRs. يعني عملية ال binding to the labels uh, between different machine, machines ممكن يكون risky. MPLS does not require the use of single labeling, a label distribution a protocol. In view of this, various schemas have been proposed for the distribution of labels, of which the most popular are label distribution protocol LDP. LDP, Label Distribution Protocol, or Resource Reservation Protocol, RSVP. نرجع لل LDP أو Label Distribution Protocol إحنا كنا شرحنا عن ال Aggregation وشرحنا عن ال Label Distribution Protocol ال LDP Resource Reservation Protocol أو Traffic Engineering RSVP وبدنا نشوف الآن Label Distribution Protocol كيف يشتغل ال LDP إذا نيوه Signaling a protocol. It is used to distribute label binding for an LSP associated with a, an FEC. It has been extended to the constraint based routing label distribution protocol, CRLDP, which is used to set up an explicit route, i.e., an LSP between two LSRs. An alternative methods to distributing label binding. Is to extend an existing IP control protocol such as BGM, PIM, and RSVP, VP, so that it can carry label binding. The next extended version of RSVP is known as RSVP TE. It is the most popular protocol of the above three. Uh, for distributing label binding rsv the, uh, the uh, rsv te has functionality for setting up lsp using the next hop information in the routing table then the alternative method in, to use the next hop type typically lsr will run Uh, both LDP and RSVPR-TE the two table distribution protocol are not compatible however in order to establish an LSP either LDP or RSV-TE has to be used generalized multi-protocol label switching generalization معناه خليه شغلة عامة The GMPLS is an extension of MPLS. It is a generalized version of MPLS. MPLS was designed originally to introduce label switching switched paths into packet switched network. The generalized was designed with a view of applying label switching technique to time division multiplexing network and wavelength routing network in addition to packet switching network. It is more general, uh, multicasting labeling uh, protocol. The GMPLS, like MPLS, can be used to set up an LSP through an IB network and other packet-switched network. It can also be used to set up a circuit-switching connection in SONET/SDH and set up a light path in a wavelength-routing optical network. In GMPLS, IP routers, Ethernet switches, DCS and OXCS are all treated as a single IP network from the control point بالـ General Multicasting Protocol Multilabeling, Capable SR may support the following interfaces ممكن يكون عندنا الإنترفيسز interfaces التالية لاحظوا باكيت سويتش كابابل انترفيس

Uh, multiplexing packets lambda uh, the data from incoming wavelength to an outgoing wavelength is used in all uh, um, in all uh, 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 on ox uh, cs fiber left the way they are in coaxial cables in yani

Nested together with the LSP، طبعاً إذا بدنا نشرح كيف ظلا ال levels بنطبقوا على PCS أو على LSP. It can be then nested together with other LSPs within an LSP that starts and ends on a TDM. يعني ممكن نعمله لمتبلجسين لأكثر من واحد. With intern is nested together with other within an LSP that starts and ends on a lambda switch interface. وناخذ هذا الشيء على الرسم التالي شوفوا هذا اي بي راوتر ايه عندي هون اي بي راوتر آه. وهون بي طبعا هون جنرال هون اوبتيكال او سي اللي هي وهون سويتشنج عادي باكت سويتشينج عادية او ايثرنت وهون عندي فايبر وهنا تايم ديفيجن مالتبلكسينج لان uh, هاي سونه او سي 192 وهاي او سي uh, اي والاو سي بي هون راح يكون في عندي لمده اس بي 3 لانه بتوين سويتش اند سويتش لان هون الخط هذا اللي بده ينقل من بي uh, uh, الى سي وعندي اكثر من نوع بده يكون راوتر عفوا بدي يكون uh, uh, time division multiplexing حطيتهم على one link وارسلتهم من هون ماخذ ما من اكثر من uh, resource اللي هو time division الان هون من source الى destination تحولت الى lsp1 ال uh, packet switching طبعا هون معناته ما فيش عوائق معناته ما فيش اي حاجه تحجب عن الاتصال وارسال البيانات واستقبالها عبر هذا الاتصال نيجي لما يسمى بالنتورك فيجواليزيشن فيجواليزيشن معناه مرئي ها طبعا انتم بتعرفوا الانترنت هاي الانترنت كشبكه عالميه في راوتر ونحن هون عندنا ايثرنت سويتش في مجموعه من السيرفرات هون في مجموعه من اللابتوبات والطابعات الى اخره الموصولات كلها مع مين مع الايثرنت سويتش عبر اللي هو عند Uh, يعني خلينا نقول uh, مشبوكات مع بعض وموصولات مع راوتر والراوتر على الانترنت اذا النت ممكن يكون واصل مع لوكال اريا نتورك تحتوي على برنترز طابعات سيرفرات uh, الان وات كان اولسو انذر one which از اولسو فور الان or spain Uh, في عندي كمان هون شبكة من اللابتوبس والطابعات إذا عندي إيثرنت سويتش وراوتر مينلي إيثرنت سويتش اللي بيخلي كل واحد يعرف وين طريقه للثاني هو بيعمل سويتشينج طيب موصول هذا مع راوتر شو كمان راح يكون موصول معه طبعا مع راوتر او بريدج uh, Router outside a virtualized uh, network shows relatively common type of hierarchy of LAN configuration. In this example, the devices in the LAN are organized into four segments, each several by a LAN switch. The LAN switch is a store and for word packet for devices using. Uh, used to the interconnect number of end system ok هاي فرضيات الآن بفرضها المؤلف كيف ممكن نعمل configuration لنا طبعا أنا بترك عليكم يعني آه وممكن نعمل آه partition land آه كيف ممكن نعمل partitioning للاند في عندنا اهم شيء الماك كادرس اللي محتوي على source to destination source to greening آه, 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 uh, آه, آه, ال partitioning of a آه, آه, خلينا نقول آه, آه, يعني بدنا نقرأها بنقرأ لكم اياها بس لاحظوا آه هون عمليه التجزئه واضحه عندنا بالصوره احنا في عندنا هون virtual router وعندي هون راوتر آه بوصلني للانترنت عندي هنا سبنت 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 كل واحد مربوط على سويتش مربوطه بالباك بون اللي هو الفيرتشوال virtual والفيرتشوال virtual مربوط مع ايثرنت سويتش الايثرنت سويتش مربوط مع الراوتر اللي بيطلعنا على الانترنت إذا منلاحظ أنه هون عندنا Ethernet switch with VLAN and IP routing capability هون كمان switch Ethernet Ethernet switch هون كمان Ethernet switch هذول 3 Ethernet switch مربوطات مع Ethernet switch وصلنا مع LAN B وسط مع الانترنت تمام طيب defining VLANs uh, ال VLAN is a broadcast domain consisting of a broadcast معناها بث بكل الاتجاهات consisting of a group of end stations that are not constrained by their physical location and can communicate as if they were on a common LAN. الـ VLANs راح تكون LANs تستخدم لل broadcasting ما فيش أي قيود على بثها ولكن بتتصل مع بعضها زي كأنها على one LAN. الممبرشيب باي بورت جروب اور باي ماك ادرس How by a protocol information? How to be a member of VLAN? The communication And standarding a way of understanding VLAN membership when network traffic arrives from other switches? Is configuring the information mainly or with some type of network management signaling a protocol? uh Switch must have a way to understand VLAN membership. Uh, one way is to configure the information manually or with some type of network management. More common approach for frame tagging, in which a header is typically inserted into uh, each frame on the enter switch trunk to unique, uniquely identify the two. um uh, to which the vlan uh, particularly um, mac address or mac layer frame belongs for example IEEE uh, 802 committee has developed a standard before frame uh, uh, before a uh, standard for frame tagging IEEE 802 point like well, 0.1 ان اي كيو اي ال فريم لاحظوا بريمابل ستارت فريم ديريمتار ديستنيشن ادرس سورس ادرس اللي هو 802 تاج تاج كنترول انفورميشن طبعا الانفورميشن ما بدي تجيبوها هاي يوزر عندنا اللهم صل على سيدنا هاي الـ الـ مكون العنوان راح يكون من ثمانية ثمان وحدات كل واحدة فيها مكتوبة بالهيكسا ديسيمال سيستم آخر ثنتين أو أول ثنتين عندك اليوزر بريورتي السي اف 1 والفي لان ايدنتيفاير كهدر VLAN configuration with Legacy Switches Figure 95 straight LAN configuration using 821AQ uh, أرجو انكو تنتبهوا الآن Virtual Private Network أو ال VPN واللي احنا الآن بنستخدمها كثير في Uh, لما منشوف أنه ضعفت الإشارة أو تمت إغلاق uh, يعني من لف حولها مستخدام الـ PPN private network that's configured within public network to take advantages of the economies of scale and management facilities of large network while used by enterprise to create one that spans large geographic areas provide site to site حتى إنها تمتد عبر منطقة واسعة وبتخلي وكمان ممكن تسمح لشركات الموبايل إنها يعني تستخدمها الترافيك بمر عبر بي VPN ما بقدر حدا يخترقه مش عملية عامة وبالتالي ممكن يكون very secure line two of the most common technologies creating vibrations are multi protocol labeling level switching and IP security IPsec ال VPN terms بعض المصطلحات المستخدمة بال VPN مثل الـ attachment circuit customer edge layer 2 VPN layer 3 VPN packet switched network uh, provider edge وكل واحد من هذولا يعني بيهمني انك انت تعرف معناهم كترمينولوجي التنلينج بدنا نعرف شو اهميته تنل مالتي مالتي بلكسر والفيرتشوال شانل والفيرتشوال برايفت نتورك MPLS Layer 2 uh, VPN Concept طبعا عندك هنا Customer LAN Customer LAN هو في VPN unaware Attachment Circuit وفي عندك هنا uh, Address uh, uh, ال 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 VPN or Tunnel Endpoint Attachment Circuit uh. وهو أنا طبعا التنلز لما نقول تانلينك uh, معناته اي بي فيرجن 6 اون توب اوف اي بي فيرجن 4 ا بروفايدر ايج كاستمر ايج فيرتشوال شانل فيرتشوال برايفت نتورك ليبل سويتشينج راوتر ولان سويتش عادي هذا الاس ار هون في بي ان اورتنل انت بوينت ولكن الفي بي ان اس ان اور الفي بي ان اللي موجود هون Uh, is unworthy of anything uh, on this net. Layer 2 MPLS VPN. With layer 2, there is a mutual transparency between the customer network and the provider network. Customers connect to provider by means of a layer 2 device, such as an Ethernet switch. The customer device. That can connect to multiple device that connects to the MPLS network is generally referred to as customer edge device. The MPLS uh, router is referred to as a provider edge. Device إذا في عندنا customer edge في عندنا provider edge. The link between PC and PE operate at the link layer, for example, Ethernet and is referred to as an uh, attachment circuit. AC طيب وفي عندنا كمان إشي آخر نسميه uh, uh, multiple virtual channels أو الـ VCs. يوزن ليبل ستاكينج لاير 2 ام بي ال ايضا uh, يعني اجزاء كثيره ارجو انك uh, يعني تقرا عن هاي layers uh, وتشوف كل layer ايش بيحتوي والرسمه هاي بتوضح لك الاي بي اس اند في بي سيناريوز كيف ممكن تتم على ال, ال VPN طبعاً ال VPN أنكم تستخدموه أنا بتوقع أنه انتم لما تقرأوا هاي الأشياء ما تلاحظوش فيها يعني أي مشكلة بس بشكل عام IP secure in a firewall below the transport layer can be transparent and IP can uh, SEC can provide security for individuals. Reported benefits of network virtualization طبعا هذا التقرير بيقول لك قديش ال يعني فوائد ال virtualization للنتورك من ناحية الـ operational operational cost saving الـ agility الـ scalability and yani ال capital uh, cost uh, saving uh, وبدنا نقرا مع بعض البينيفيتس للنتورك فيرتشوالايزيشن من ضمنها الفليكسبيليتي الكوست الاجيليتي والسكيلابيليتي والكابيتال كوست سيفنج والرابت سيرفيس بروفيجنينج والاكويبمنت كوست كونسيدريشن بكون انه هنا هذا الشابتر يا شباب هذا الشابتر فيه سواليف في كثير ارجو انك تلخصها وتحاول تفهمها يعني المعلومات الرياضيه بسيطه جدا فيه ولكن معلومات بعض الاحيان تحتاج الى شويه تفكير رسم حفظ بعض الاحيان وان شاء الله انه نسال الله انه لكم التوفيق جميعا والسلام عليكم ورحمه